السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة طالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ النهاردة معكم الحلقة الثالثة من سلسلة الخبير في الفيزياء، الحلقة رقم 3 خلاص من سلسلة الخبير في الفيزياء. الحلقة دي إن شاء الله رقم 3 هنحل فيها بوكلة 5 وبوكلة 6 خلاص حتى منتصف مارس، يعني لغاية امتحانات ابريل اللي احنا فيه، وامتحانات شهر مايو احتمال تكون 11 او 12 خلاص. يبقى الحاجات اللي احنا بنحلها دلوقتي مهمة جدا جدا. طبعا في طلبة او طالبات ممكن يعلقهم خلاص يقولوا احنا بنحل الاختياري في الفيزياء كلها مسائل عادية، يعني ممكن تجيلي في المسائل من 11 ل 18، يعني اي مسألة انتم ملاحظين في الاربع بوكلت اللي حلناهم مسائل بتتحل بالورقة والقلم، بنكتب القوانين وبنحل، يعني ما فيهاش اختياري، هي منظر اختياري بس ولكن هي مش اختيار خلاص. يعني تعالوا نشوف المسألة الاولانية، نبدأ عشان الوقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الاختبار الخامس او البوكلت رقم 5. نبدأ رقم 1 فيها نقرأ المسألة كويس، ومن المسألة بنطلع منها القانون. يا مستر لازم نعرف القانون. قلنا في حلقة كاملة على القوانين نفتحها ونشوفها ونشوف القوانين كلها مسجلة عندنا والاحتمالات كلها لحل المسائل. يعني بيقول لك قمر صناعي يدور حول كوكب بسرعة، يبقى ديت السرعة بتاعة القمر الصناعي، ها سرعته كام؟ عطاها لي 8.4 في 10^3. يعني بكتب البيانات ليه؟ لان اي مسألة رياضة اي مسألة فيزياء لازم اعمل اللي انا بعمله ده. يستغرق زمن قدره، يبقى الزمن الدوري بيساوي كام؟ 1.6 ساعة اتش، يعني ايه برضو الاتش ديت اللي هي الاور، يعني هنقول 1.6 في 60 في 60 خلاص. انا دلوقتي زبطت الامور. يعني ايه زبطت الامور؟ ليدور دورة كاملة حول كوكب الارض فان طول المسار الدائري، نركز دي تحتها 50 خط كده، هو عاوز طول المسار الدائري. ايه هو طول المسار الدائري؟ اللي هو 2 باي ار. ايه علاقتها بالزمن الدوري؟ في قانون. يعني الشغل بتاعنا هنبدا القانون، يعني الحل شوف هنبدا ازاي. التي عشان برضو في بعض طلبه وطالبات بيقولوا احنا هنعرف ازاي القانون اللي احنا هنحل به، وفي ناس ملخبطه نفسها في القوانين. انا عندي الزمن الدوري اساسا بيساوي ايه؟ 2 باي ار على في. ركزوا كده معايا، الاستاذ طالب ايه في البوكلت؟ مسار الدائري. ايه هو المسار الدائري؟ 2 باي ار اللي هو محيط الدايره. يبقى طول المسار الدائري ده اللي مطلوب. بيتهيأ لي خلاص المساله اتحلت. يعني شوفوا مجرد ما كتبت البيانات وكتبت القانون المساله اتحل. طب نعرف منين الزمن الدوري عطهولي وعطيلي السرعه خلاص وبقول لي طول المسار الدائري، ايه العلاقه اللي اجيبها؟ اجيب ايه؟ السرعه المداريه للقمر الصناعي ملهاش علاقه خالص. يبقى انا عندي هنا زمن دوري وعندي سرعه، يبقى طول مسار على طول ضرب تبادلي عشان نخلص، يبقى 2 باي ار ده طول المسار اهو، طول المسار الدائري. يا ريت الكتاب معانا، دي طبعا صفحه كام؟ صفحه 170. صفحه 170 الكتاب معانا، ونركز كده ونشوف الحلقه اكتر من مره ونحل بايدينا ونشوف. الناس اللي عايزه تتفوق، الناس النص نص برضو تحل بورقه وقلم خلاص. معلش انا مش هتكلم عن الناس بقى اللي ايه مكبره دماغها خلاص. يبقى الوقت هنا 2 باي ار هتساوي التي مضروبه في ايه؟ في في. هو عاوز طول مسار الدائر. اللي انا كاتبه ده اهو هنضربه ده في ده خلاص. يعني انا هضرب ايه؟ الزمن الدوري كام؟ 1.6 في 60 في 60، ها ده انا خلصت خلاص الايه الزمن الدوري. السرعه طالي كام؟ السرعه طالي 8.4 في كام؟ 10^3 في 10^3 خلاص. الآلة الحاسبة اللي تخش في الموضوع وتطلع لي الإجابة، والإجابة هتكون عندي إيه؟ رقم إيه؟ دال. عشان الوقت بس، يبقى أنا هنا عندي رقم 1 تبقى إيه؟ دال. يعني إيه الرقم هيطلع كام يا مستر؟ هيطلع 4.84 طلعه بالآلة، وقلنا نكتب كومنت ونتكلم خلاص. 4.48 او 84 في 10^ ايه؟ 4 في 10^4 طبعا طول مسار دائري بالكيلو ايه؟ متر. برضو نقول رقم ايه؟ دال بالخط الكبير اهو، رقم دال عشان ما زلنا في الاختيار بس هي حل مسائل. ادي المساله الاولى. المساله الثانيه
تجر طفلة عربة صغيرة كتلتها 5 من 10 ايه كيلو جرام. خلاص دي رقم 3. 2 فين يا مستر؟ عندنا ديت ايه في الحاجات اللي اتلغت. خلاص يبقى تجر طفلة عربة صغيرة كتلتها نص كيلو جرام، تمام، على طريق افقي عديم الاحتكاك، مفيش احتكاك، بقوة مقدارها 25 نيوتن. فإن مقدار قوة جذب الأرض للعربة، قوة جذب الأرض للعربة، بص أنا هعمل إيه كده؟ لأن دي مسألة يعني فيها تكة صغيرة. يعني إيه يا مستر تكة صغيرة؟ زي ما هنشوف. بيقول لي قوة جذب الأرض يعني الوزن. يعني إيه الوزن؟ يعني إيه الوزن؟ يعني هطبق القانون ده. طب ما أنا أطبق أي قانون تاني؟ لا، ما عندناش حاجة بيانات تانية خالص. طب أنا عندي الكتلة كام؟ الكتلة نص. هنستغرب برضو إن إحنا ما استخدمناش القوة اللي هنا. يبقى انا عندي هنا نص، يبقى في بعض حاجات في المسائل ها يعني بيخلينا ايه نفكر. يبقى هنا الكتله نص، الايه العجله الجاذبيه عطاها لي 10، عطاها لي 10، يبقى نص في 10 بكام؟ ب5، يبقى رقم باء 5 نيوتن. انا استخدمت هنا القوه؟ لا ما استخدمتهاش. عدم الاحتكاك؟ مفيش احتكاك، مفيش قوه احتكاك. خلاص يبقى الوقت دي رقم 3، يبقى رقم 3 هتبقى ايه؟ باء بالارقام، وبنكتبها مع بعض اهو عشان اللي عايز يتابع بورقه وايه وقلم. طيب نيجي للمساله رقم 4. في الشكل المقابل اعطيني اقمار صناعيه، قمر صناعي 1 و2 صناعيان اس 1 واس 2 كتلتيهما ام و2 ام على الترتيب، يدوران على ارتفاع متساوي. ركزوا في كلمه الارتفاع متساوي، يعني الار متساويه في الاثنين، ارتفاع عن الارض اهو، يعني نص القطر هنا بيساوي نص القطر هنا، هنبدا نوصل اهو. طيب وبعدين هنستفيد بايه؟ هنشوف من مركز الارض، فتكون النسبه بين الزمن الدوري لاس 1 واس 2 هتيجي 1 على 1. لماذا؟ نشوف اللي احنا هنفكر فيه ازاي. انا عندي تي الزمن الدوري، هو عاوز العلاقه ما بين الزمن الدوري، الزمن الدوري عندي بيساوي ايه؟ اظن دي العلاقه دي اتكررت يجي 5 6 مرات الوقت، 2 باي ار على في. ركزوا كده، علاقة الزمن الدوري ها مع الار. طيب وبعدين السرعة المدارية الفي عند الجذر التربيعي جي ام على ار. طيب انا عايزين نقول ايه؟ انصاف الاقطار متساوية، يعني دي ها متساوية، القمر الصناعي الاولاني والقمر الصناعي الثاني. خلاص اذا في الحالة دهيت هنقول الزمن الدوري ايه؟ متساوي. الزمن الدوري متساوي يعني نسبته 1 الى 1، يبقى الازمنه متساويه ها نتيجه اللي انصاف الاقطار ايه متساوي. خلاص يبقى نص القطر متساوي ها، نص القطر متساوي، علاقته مع الزمن ايه؟ علاقه ايه؟ طرديه. نبدا نشوف رقم 4 هتبقى ايه النسبه 1 الى 1، يعني هتبقى رقم ايه ده. نيجي للمساله رقم 7. 5 و6 عندنا ايه من الحاجات اللي اتلغت. رقم 7 سؤال بسيط جدا ومفيش كلام ولا كتابة أصلا كمان. بيقول لي حجر مربوط بخيط ويدور حركة دائرية منتظمة في مستوى أفقي، فإذا قطع الخيط فإن الحجر، ركزوا بقى في الكلمة دي، طبعا هي الإجابة عشان أقولها لكم على الرسم، هيبقى يتحرك في اتجاه مماس الدائرة. يعني إيه برضو؟ بصوا كده، أي حركة دائرية أهو ده المركز أهو، المماس الحركة السرعة دي أولا طب ايه اللي يحصل لو الجاذبيه، لو الجاذبيه اتشالت؟ سؤال تاني غير ده. هنا الخيط اتقطع والجسم مربوط هنا وهو ماشي، الخيط اتقطع، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي يتحرك في اتجاه مماس المسار الايه الدائري. ليه؟ لانه بيتحرك بسرعه ثابته ولكن الاتجاه هو المتغير. فاكرين العجله المركزيه؟ هي نفس فكره الاقمار الصناعيه، يبقى بسرعة ثابتة ولكن الاتجاه ايه المتغير. يبقى رقم 7 عندي هتبقى ايه دال. 7 هتبقى ايه دال. نركز يا جماعة، افكار حلوة ما فيهاش يعني ايه صعوبة، ولكن عايزة ورقة وقلم بس زي ما احنا بنعمل الوقت. نيجي لرقم 8. رقم 8 فكرتها يعني مسألة ظاهرها بسيط ولكن فيها كلام. يعني ايه فيها كلام؟ نشوف رقم 8 كده، نمشي خطوة خطوة فيها. قمر صناعي يدور في مسار دائري منتظم حول الارض بسرعه مداريه. اعطي لي السرعه المداريه ايه؟ السرعه المداريه اول ما يديها لي افتكر القانون الاصلي بتاع السرعه المداريه جي ام على ايه ار. اشمعنى القانون الاصلي؟ لان هساوي باللي هو اعطاها لي، يعني انا هساوي ده بديت حيث ام كتله الارض، ده بياناتها اهي. فان ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الارض هو، عاوزين نجيب ارتفاع الايه القمر الصناعي.
يبقى انا اول معلومه بعملها عندي هنا حاجتين. الحاجه الاولانيه القانون بتاع السرعه المداريه عملته اهو. الحاجه الثانيه افكركم ان ار سمول بيساوي ار كابيتال زائد ايه اتش. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ الار ده اهي في السرعه المداريه للقمر الصناعي لازم نعرف ان الار ديت اللي هي ار سمول بتساوي ار كابيتال اللي هي نص قطر الارض ها زائد اتش الايه الارتفاع. خلاص، لانه بيقول له بيدور حول ايه الارض. كلامه واضح اهو. طب تعالوا بقى نساوي اللي هو عطهولي بدي الاول. يعني هقول له ايه جي ام على ار، هنا جذر تربيعي ما عنديش دعوه بكلمه في بقى، انا هساوي السرعتين مع بعض. هتساوي جذر التربيعي 2 جي ام على 3 ار. ركزي يا استاذ وركزي يا استاذه معايا. طبعا احنا عايزين نشيل الجذر، هنربع الطرفين رياضي. يبقى اقول له ايه تربيع الطرفين، تربيع الطرفين مفيش حاجه هتتربع، هنشيل الجذر بس. يبقى انا عندي ايه جي على ام، جي ام على ار هتساوي 2 جي ام على 3 ار. ها نركز كده مع بعض، هنطير الجي مع الجي، هنكنسل الام مع الام. خلاصه الكلام، خلاصه الكلام 1 على ار. احنا قلنا شوفوا المساله ظاهره ايه بسيط خالص ولكن فيها شغل. يبقى هنا تلتين، ها تلتين ايه ار. خلاص، يبقى الوقت هنا 2 على 3 ايه ار. ها وصلنا لغايه الوقت ايه. طب عاوزين نجيب الار لوحديها، ها عايزين الار نجيبها بسيطه جدا. هقول له اذا الار سمول هتساوي ها الار مضروبه في 2 ها، وهنا ايه 3 ار. ضربت ضرب تبادل هطلع نفس الايه الكلام هنا. طب انا عملت دي ليه كده بالراحه؟ خلاص كده نفكر مع بعض. انا عندي الار سمول اهيت ها بتساوي 3 ار على ايه 2. طيب الار اساسا، الار اساسا عندنا بتساوي ايه؟ انا عندي الار زائد اتش هي الار سمول دي هتساوي 3 ار على 2. نمشي خطوه خطوه، قربنا نخلص. الاستاذ عاوز ايه؟ عاوز الاتش. طب ما ثبت له الاتش هنا واخرج الار باشاره مخالفه، مفيش مانع. يبقى اقول له ايه؟ شوفوا كده 3 على 2 ار ديت زي ما هي اهي، ناقص الار اللي خرجتها بره رياضه، ما عادليش دعوه بالفيزياء بقى. ها ناخد الار عامل مشترك، خدنا الار عامل مشترك، هيتبقى ايه يا جماعه؟ ها 3 على 2 ناقص ار على ار في الواحد. يعني ايه برضه؟ يعني الار ده هي تسيبها زي ما هي، و3 على 2 يعني 1 ونص ناقص 1، يبقى ايه؟ الار مضروبه في ايه؟ في نص. خلاص، يبقى الاتش بتساوي ايه؟ نص ار. يعني الاتش عندي هتساوي نص ار. طب ما توضحها لي كده يا استاذ، يعني بتساوي ايه؟ ار على 2. نشوف الاختيارات كده، نشوف الاختيارات. ار على 2 اللي هي ايه؟ د. خلاص، مساله حلوه وجميله، ممكن تجي لي مساله عاديه، يعني ما تجيليش اختياري، وده اللي بركز عليه. كل المسائل اللي بنحلها قابله لوضعها في اختياري وقابله لوضعها في حل مساله، لان ديت مش اختياري، منظرها مش اختياري. يعني ما بدل ما يقول لي فإن ارتفاع هيقول لي ما ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض، ما يقولش هو بقى. يبقى إيه الفرق ما بين الاختيار والمسائل العادية؟ واضحة جدا الكلام أنا بقول إيه. يبقى مسألة عادية خالص أهيت، هيشيل لي فإن، هيشيلها وهيشيل لي هو ونقط، هيقول لي ما ارتفاع، هيشيل فإن ويحط لي إيه ما ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الإيه الأرض ويسكت، وما فيش اختيار. مسألة حلوة وجميلة. خلاص، يبقى ده كان البوكلت رقم كام؟ 5. نبدأ مع بعض إن شاء الله البوكلت رقم 6. يا ريت نتابع مع بعض كده عشان إيه الأمور تبقى سهلة معانا. البوكلت رقم 6 نبدأ المسألة الأولانية. المسألة الأولانية تبع شهر إيه؟ او المناهج اللي ايه اتحذفت. هنبدا من رقم 2. رقم 2 المساله الاولانيه بتبدا كالاتي. نبص برضو بياناتنا وبالراحه. يبقى ده بوكلت رقم 6، بوكلت رقم 6، بوكلت رقم 6 صفحه كام؟ 176. نتابع يا جماعه 176. طيب، قمران صناعيان A و B يدوران حول نفس الكوكب. يبقى القمر الصناعي الاثنين دول بيدوروا حول نفس الايه الكوكب. فاذا كان نصف قطر مدار كل منهما، يبقى عطيل الار بتاع كل واحده على الترتيب. يعني ايه؟ يعني ار ايه بتساوي
2 في 10 أس 6 بيانات زي ما قلنا، و R R small b هتساوي 10 أس ايه 6. والزمن الدوري للقمر الصناعي عطيني T، ها الزمن الدوري للقمر الصناعي B عطيني T B، ها هتساوي ايه 8 في 10 أس 7 بيساوي 8 في 10 أس 7. دي البيانات، دي البيانات. فإن الزمن الدوري للقمر الصناعي عايز ايه تي ايه وعلامة استفهام، وعلامة استفهام. يبقى دي بالنسبة للمسألة او البيانات عندنا. لما يجي يجيب لي علاقة ما بين التي والار، في قانون احنا مستنتجينه في العلاقات في القوانين اللي عندنا، ان تي تربيع عشان ما نضيعش وقت، القانون المستخدم هنا اول ما اشوف علاقة ما بين زمن دوري نص قطر بس وما فيش بيانات عند اكتر من كده، يبقى في علاقة ما بين تي تربيع وايه وار سمول تكعيب اللي هو نص القطر. يبقى في علاقة ما بين الزمن الدوري نص قطر القمر، علاقة تي تربيع تتناسب طرديا مع ار تكعيب. معنى الكلمة دي ايه؟ معناه دي ان احنا نظبط القانون بتاعنا على كده بقى. يعني ايه القانون بتاعنا؟ يعني انا هقول له تي 2 ايه على اللي هي تي تربيع يعني ايه على تي تربيع بي هتساوي، ركزوا معايا، ها ار ايه تكعيب لانه علاقة طردية مع مين؟ ار بي اي تكعيب. نركز كده، الاستاذ عطيني ديت اللي هي نص قطر الايه الايه ونص قطر مين البي، ركزهم، ها واعطيني ايه تاني، واعطيني التي الزمن الدوري بتاع ايه البي، لسه ناقص مين تي ايه تربيع. خلاص يعني لسه ناقص لي الزمن الدوري، عشان الوقت وما نضيعش وقت عاوزين التي ايه تربيع، ها هتساوي ايه؟ هي مضروبه في ايه؟ ها في الار بي تكعيب، تمام. يبقى دي مضروبه في دي، يبقى الاثنين دول في بعض، يبقى تي بي تربيع مضروبه في الار اي تكعيب. ركزوا كده، تعويض مباشر في ديت ونقوم مطلعين دي. يعني ايه؟ كل البيانات دي عندي، يعني دي كلها مكتوب. يعني هقول له اتفضل يا استاذ تي اي تربيع، نعملها ونسيبها للحاسبه بقى كده نشوفها بسرعه. انا عندي تي بي تربيع، فين تي بي تربيع؟ تي بي اهي. طيب اعمل ايه بقى؟ هيبقى 8 في 10 أس 7 كل تربيع، ما تنسوش، ها الار اي عطينها لي مضروبه في 2 في 10 أس 6 كل تكعيب، اوعوا تنسوا، ها البي تي بي بقى 8 على الار بي تكعيب اللي هي 10 أس 6 بس تكعيب. الناتج النهائي هيطلع لي في المسألة اللي هي هتبقى رقم ايه جيم. نشوف ونجرب هذا الرقم ونجربه على الآلة الحاسبة، وبعد ما نفك التربيع هيطلع لي 2.3 في 10 أس 8، 2.3 في 10 أس ايه 8 سكند. سكند يعني ايه؟ ثانية. يبقى التي بس تي اي بعد ما اجيب الايه التربيع بتاعتها، افك التربيع بتاعها، يعني اجيب الجذر التربيع بتاعها، يبقى في الحالة ديت الاجابة عندي طلعت كام؟ رقم ايه؟ جيم. رقم جيم. مسألة حلوة وفيها فكرة. يبقى اقولها تاني بسرعة عشان الوقت. لما يجيب لي علاقة ما بين نص قطر وزمن دوري، خلاص وما فيش اكتر من كده بيانات، نص قطر وزمن دوري، بنستخدم العلاقه دي تي تربيع تتناسب مع مين؟ ار تكعيب. هنستفيد ايه بالتناسب؟ ان العلاقه مباشره، يعني الزمن الدوري لاي قمر صناعي وصل لايه نص القطر بتاعه، مش معكوسه يعني. خلاص مساله حلوه زي ما انا قلت. خلاص نبدا بعد كده، دي رقم 3 مش علينا، او يعني اتلغت بمعنى اصح. البوكلتات دي والحل ده نحتفظ بيه عشان شهر ايه 5، لان دي نفس الكلام اللي هنمتحن فيه شهر 5 ان شاء الله وانتم طيبين. طيب نكمل رقم 4، نفكر في المسألة كده. اعطيني قمر صناعي ايه يدور حول الارض، واخر بي يدور حول المريخ. خلاص يبقى في كوكبين، كوكب الارض وكوكب ايه المريخ اللي هي ايه وبي. خلاص فاذا كان نصفي قطري مداري المدار بتوعهم متساوي، يبقى الار متساويه هنا والار متساويه هنا.
وكتلة الأرض، كتلة الأرض 9 أمثال كتلة المريخ. نبدأ كده ندون بياناتنا. مسألة حلوة برضو، رقم 4. هنبدأ بداية المسألة، هنقول السرعة المدارية، ما هو قمر صناعي، بيساوي الجذر التربيعي جي ام. عايزين نعرف البداية، لان برضو في بعض ناس ايه البداية، نبدأ ازاي وهنحل ازاي. قمر صناعي وفي سرعة مدارية، خلاص نبدأ نشوف، هنفكر الفي ها مع الار، انا عندي الار متساوي، يعني الار متساوية في الايه القمرين الصناعيين، خلاص يبقى نص القطر متساوي اذا كان نصفي قطري مداريهما متساويين. وكتلة الارض نبدأ بقى نكتب العلاقة، يعني ايه نكتب العلاقة؟ انا عندي جي ثابتة، خلاص جي ثابتة، والام عندي والار عندي ايه ها متساوية، خلاص يبقى انا هكتب هنا السرعة في اي على في بي هتساوي، ركزوا بقى انا هكتب ايه، الجذر التربيعي لام اي على ايه ام بي. طب انا عملت ايه الوقت؟ انا ما استخدمتش الوقت الا الكتل، ليه؟ لان نصفي القطر متساويين وجي ثابت ايه ما بتغيرش، يعني هنا زي هنا متساوي مع بعض. يبقى نبدا نشوف شغلنا هيبقى شكله ايه دلوقتي، بيقول لي فاذا كان ها فاذا كانت كتله الارض اللي هي في ايه ها 9 أمثال، يعني 9 ها 9 انجلش اهي امثال الايه المريخ، يبقى لو اعتبرنا ده الارض ده المريخ، يبقى دي الارض ودي ايه المريخ ها، يبقى الوقت هنا الجذر التربيعي زي ما هو، يبقى 9 أمثال يعني 9 على 1. فإن السرعة، ما زلنا بنستخدم السرعة اهو، فإن السرعة الخطية للقمر الصناعي A والسرعة الخطية ل B بتساوي جذر التربيعي بتاع 9 3 على 1، فإن هي 3 على 1 هي رقم A ج، يبقى هنا رقم A ج، يبقى رقم 4 تبقى عندي A ج 3 A على 1. نيجي 5. 5 فكرتها بسيطة، حكاية كسر البيضة وحكاية الوسادة وأي حاجة، يعني تنكسر البيضة عادة عند سقوطها على الطريق، ولا تنكسر عند سقوطها على وسادة على مخدة من نفس الارتفاع، لأن في حالة كسرها اللي هي الحالة الأولانية، الفكرة يا جماعة بتاع كسر البيضة العلاقة ما بين المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك، فاكرين كمية التحرك دلتا بي على دلتا ايه تي، ما العلاقة ما بين الزمن والقوة؟ ركزوا تاني كده، القوة ما بتبقى كبيرة هتكسر البيضة، يبقى امتى؟ لما يكون الزمن اقل. ركزوا كده، علاقة عكسية يعني ايه؟ يعني كلما قل الزمن زادت القوة. طب ايه حكاية الوسادة؟ البيضة وهي نازلة على المخدة بتاخد زمن ايه اكتر، ليه؟ على ما تنزل وتايه وتنزل على المخده، والمخده طبعا ايه طبقه كبيره، على ما تصطدم بايه او المخده ايه البيضه تمشي في القوه بتاعه المخده، طبعا ايه الزمن بيقل. يبقى في الحاله دهيت بيقول لي تنكسر البيضه عاده عند سقوطها على الطريق، لماذا؟ لان الزمن لو زاد القوه بتقل، دي في حاله الوساده، شوفوا كده، يبقى الزمن هنا اهو لو زاد القوه بتقل، اذا البيضه ما بتتكسرش، يبقى دي في حالة البيضة أو الوسادة. الوسادة سقوط البيضة على إيه؟ الوسادة اللي هي المخدة، وسادة، ودي نفس فكرة الإيه الوسادة الهوائية فين؟ في العربية في السيارة، خلاص. يبقى في الحالة دهيت، الحالة التانية لو الزمن قل القوة إيه بتزيد، خلاص، لأنها بتنزل بقوة الجاذبية الأرضية، يبقى الزمن بيقل، يبقى دي في حالة الإيه الطريق أهو الطريق، يبقى القوة ايه هتبقى كبيرة، اذا البيضة ايه هتتكسر، خلاص. يبقى حينما يقل الزمن، وهي الاجابة رقم دال، يبقى نشوف الاجابة عندي في رقم 5 هتبقى ايه دال. الفكرة بتاعتها برضو عشان في اسئلة كتير عليه، خلاص، سواء الوسادة او الجزء اللي موجود على دركسيون العربية السيارة اللي بيمنع ايه التصادم ما بين الدماغ او الرأس بتاع الرجل بالايه بالسيارة، خلاص. يبقى الإجابة عندي هتبقى إيه دال، زمن التوقف إيه أقل، خلاص. يبقى دي رقم إيه 5. نيجي الرقم 7، فكرتها سهلة، أفضل تمثيل بيان يعبر عن شدة مجال الجاذبية الأرضية، معلش أقوم كاتب مجال الجاذبية الأرضية. فكرة يا جماعة ميل الخط المستقيم عامل حلقة خاصة عنه
في قناتي مصطفى رجب خبير العلوم نشوف ايميل المنحنيات حلقة كاملة عنها. انا افكر ازاي بيقول شدة مجال الجاذبية، ما افتكر القانون كده، جي بتساوي جي ام على ار تربيع. طب انا عاوز ايه من ديت؟ ما انا عايز اشوفها. عاوز يقول ايه؟ افضل تمثيل بيان يعبر عن شدة مجال الجاذبية جي لكوكب عند نقطة ما. اعطيني علاقة ما بين مين ومين، اعطيني علاقة ما بين الجي واي حاجة تبع الام او الار او الدي. طب انا عندي جي، ها ده ثابت ملوش علاقة بالايه؟ التناسب. في عندي العلاقة ما بين شدة مجال الجاذبية والكتلة، علاقة طردية، علاقة طردية. خلاص يبقى الوقت هنا عندي الالف ما تنفعش لان ما فيش عندي ازاحة خلاص هنا. خلاص هنا واحد على ام ما تنفعش لان العلاقة طردية، وهنا عاملها العكسية. واحد على ام كابتل طبعا لا ما تنفعش برضو. يبقى اللي ينفع مين؟ رقم د. ليه؟ مقلوب مربع بعد النقطة اللي هي، ما هي علاقة باينة جدا اهي. يبقى الجي مع العلاقة، بصوا كده الجي والواحد على ار تربيع. خلاص طب لو طلب مني الميل، الميل هيطلع لي جي ام. يبقى لو طلب مني الميل، ها هي الإجابة الصح بتاعتها دال، ده المطلوب اللي هو التمثيل البيان. يبقى أنا عندي رقم سبعة، رقم سبعة هتبقى دال عشان ما نضيعش الموضوع. ميل الخط المستقيم لو طلبه الميل هيساوي إيه؟ الباقي جي ام. كلام مهم وعامله في الحلقة بتاع إيه؟ ميل الخط الإيه؟ المستقيم. يبقى دي رقم إيه؟ سبعة. نيجي رقم تمانية، جسمان متساويان في الكتلة، جسمان متساويان في الكتلة فإذا تأثرا بقوتين مختلفتين. نركز كده في المسألة، جميلة وسهلة. يبقى رقم 8، رقم 8 جسمان متساويان في الكتلة، خلاص تأثرا بقوتين مختلفتين، فإن النسبة بين العجلة. شيء طبيعي اداني بيانات، يعني ايه اللي خلاني ان استخدم هذا القانون؟ لان هو ده السؤال برضو اللي بسأله في معظم الحلقات بتاعت الفيزياء. اعرف القانون ازاي؟ اعرف اطبق ازاي؟ اعرف ان القانون ده مطلوب ازاي؟ ما هو عطيني علامة وامارة. جسمان متساويان في الكتلة ولكن شفته، يعني الكتلة هنا مش موجودة خالص، تأثر بقوتين مختلفتين، تمام يبقى في كتلة وقوة. ايه اللي نقص القانون؟ العجلة. جابها لي اهو، فان النسبة بين عجلتين الحركتين ها للجسمين على الترتيب هي. نبص بقى على المسألة، اني لو انا جبت ايه القوة الاولانية على القوة ايه التانية، قلنا الكتلتين متساويتين مش هذكرها بقى خالص لا بخير ولا بشر. بيقول لي اذا كانت النسبة ما بين الكتلتين، طبعا شيء طبيعي ايه 1 على ايه A2، شوفوا الكلمة اللي اقولها بقى كده، النسبة ما بين الكتلتين ها 3 على 1، يبقى النسبة ما بين العجلتين ايه 3 على 1. معلش يعني، واعطيني النسبة ما بين القوة الاولانية والقوة التانية 3 على 1. هو طالب النسبة ما بين العجلة الأولى A1 و A2 هتبقى 3 على 1 برضو. يبقى الإجابة عندي هتبقى إيه؟ رقم إيه؟ باء. يبقى السؤال ده إيه؟ عندنا. طيب تعالوا بقى آخر سؤال في البوكلت ده، هنقول رقم 10، رقم 10 عجلة الجاذبية على سطح كويكب كتلته هذا الرقم ونصف قطره هذا الرقم تساوي، هو عاوز عجلة الجاذبية. طيب ما عجلة الجاذبية لها قانون يا جماعة، نجيب القانون بتاع عجلة الجاذبية. يبقى رقم 10، رقم 10 نحل مع بعض كده، رقم 10 بيقول لي عجلة الجاذبية لها قانون جي بتساوي، قوانين دي لازم نراجع عليها بسرعة يا جماعة عشان الفترة اللي جاية، جي ام على ايه ار تربيع. ده قانون شدة مجال الجاذبية. بيقول لي عجلة الجاذبية على سطح كويكب كتلته، اعطيني الكتلة اهي، واعطيني ثابت الجاذب العام، واعطيني نص القطر، يعني عاوز عجلة الجاذبية. تعويض مباشر، يعني هبدأ على طول، يلا ها جي 6.67 في 10 اس سالب ايه 11، اتفضل يا استاذ. ها موجودة في ايه؟ كتلة، الكتلة عندي اعطالي كام؟ 7 في 10 اس 21. تمام. ار تربيع، فين ار تربيع؟ نص قطره 500 كيلو، هنحولها لايه؟ لمتر. خلاص يبقى في الحاله دهيت هنقول 500 في 1000 ها من كيلو متر، المتر بنضرب في 1000 ها كل ايه تربيع، الناتج بالاله الحاسبه هيطلع لي 1.68
او 1.87 1.7 يعني رقم د، رقم د 1. ونجرب الآلة الحاسبة يا جماعة عشان برضو ايه ما نقولش احنا بنألف، نجرب الآلة الحاسبة ونطلعها. يبقى 1.87 متر على ايه ثانية تربيع. هذا الرقم هو دي الإجابة الناتجة اللي عندي، وديت آخر حاجة عندنا النهاردة إن شاء الله في البوكلت رقم 6. أنا أتواصل سويا إن شاء الله، ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا، وزي ما أقول لكم دايما حتى في الكومنت اللي أنتوا بتبعتوه انشروا الفيديوهات يا جماعة. في بعض ناس معيش بتاخد دروس، ما فيش حد متواصل معاها، ننشر الفيديوهات، نتعاون مع بعض عشان كل واحد ياخد إيه ثواب بقدر الإيه العمل اللي هو بيعمله. نحاول ننشرها في الجروبات عندنا لزمايلنا في مدارسنا ان شاء الله عشان كلنا نستفيد. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.